سيدي بضيمة يمايرنا صيحنا بيك آمنا آمنا لا صيحت علي وطيفها لا دعوة ومجرد راي هذي من ما يبعدينا صيحنا بيك آمنا على سيرة عقايدنا نحيبكم يا بين داحين باب فتشنا بمحبتكم وما ظل على العين حجاب لا حب محترف طامع لا حب هاوي شبي وغاب حبي المحترف عنده بتحقيق الأرباح يحسب وحبي الهاوي يتنقل ويهوى أحلى ساعة وغاب الحب حبنا العائلة الفطرة العالم اعتقد بالألباب روادي الأصول تقول علي اعتقد ما ينعب حبيناكم وإحنا بياني الرحيم والأصلاب على هاي العقيدة نسير الحاضر واليجي والغاب على كل صوت من عيدكم نرفع صوتنا بإيجاب بصوتك من صيحت يا حسين هل منا صير الهالدين بصوتك من صيحت يا حسين هل منا صير الهالدين ما بين الأصل بيحنا أنا عبد الله صيحنا بيك آمنا آمنا لا صيحت علي وطيفها لا دعوة مجرد راي دعوة ومجرد راي هذي من ما يبعدينا صيحنا بيك ربينا على حبكم دور لا ينسى ولا يخفى من عيد وانا كل جانت بينا تريد تتشفى علينا يا أفريضة وأحكام بلا رحمة ولا رأفة ثيبتنا بثيقة وبرهنة للظالم راغم أنفة حتى مني جي نزورك على العادات الميتة والفة يتحجج علينا يريد يمنعنا بألف حرفة قال
قال اللي يزعر حسين ولا مهما يكون ظرفه على مية ذهب يدفع رسمي زيارتيك والفا دفعنا وكل شخص منا يشعر بعد ما وفى شين هو الذهب شين هو المال اللي يحب يتوطني الحدفة رد قال اللي يزور حسين من يدين قيط يعتف انطينا تبوفنا بالحال وركضنا نزورك بلا وهفة يعينك ما من معنى الخوف يطعى ومن نيدينا تبوف عينك ما من معنى الخوف يطعى ومن نيدينا تبوف سيحنا بيك آمنا يا حسيني بضيما يغيرنا سيحنا بيك آمنا لا صيحت علي وطيفا هذا مجرد راح عشت يا ابن النبي فترة يصعف علي حد يدها مات النبي وأنظمته جديدة عهد مولدها والناس بفوفور ويبدين ميطر بعقايدها ولان حكم ابن ابو سفيان بدأل النظم يفسدها ودين الدولة صح السلام يصم حلو وقوي سيدها يا ديني واميري الشام الهالجي المآير اديدها ما قتلتكم للصوم لا حج لا محمدها بهال ذهنية والمفهوم الأمور خلاف مهدها وعلى دين الملوك الناس شماتي عبيدتي قلدها بهال ردي الفيعل يا حسين بهال فوضلتي شاهدها قومت واطلقيتها الصرخة الماتت أول لضيدها إن لم يستقيمها الدين قيلتها واثبتي تعيدها ويبضيد جيل ميتك لين صوت ارتفع نيتها يفنيدها
صاحة وخارجي وصحينا يا حسين انت سيدها صاحة واشركيت يا حسين صيحنا وانت اصلي الدين صاحة واشركيت يا حسين صيحنا وانت اصلي الدين صاحة وبيك امك فارنا آمنا يا حسين صيحت علي وطيبهاي لا دعوة ومر جرينا هذه العبادة هذه من مرادينا صيحنا بيك آمنا يا حسين بضمايرنا للشاعر المرحوم عبد الرسول محي الدين قرأه الرادود المرحوم الشيخ ياسين الرميفي.